مسكين الله اكبر مسكين منهم ما شوف قامر من هنا يا جماعه سيبوها وهربوا لا سيبوا حالتهم الله اكبر استعملوا فيه مش مزبوط سيبناه تو احنا غادي غير احنا من فلويش نسيناه قاعدين عندهم دواء ياخذوا فيه دواء دواء قاعد عليه يقول لازم الله اكبر دواء ترحم اصبر الله اكبر اسمع نفتوهم بالروح وبالدم على بلادنا اي نعم انا ولدي مات انا ولدي مات انا عبد الكالح معروفين قتل ولدنا ونحن مش هنسيبه انا الله اكبر عشنا كانك رازي تعال بنغاز كانك رازي تعال بنغاز معناه نهايتك موت نفس الكابتن تاعي هنا قول لك كل الجزيرة ولدي انا فهمني بس معاه نتاع الجزيرة شو اسمه اللي ماشي فيه احمد جابر كان يرفضنا في اجل ولدي ونفس الكابتن الله اكبر قول علي يا جزيرة هاي عند الصفه شو وراك يلا كريت ارد يا شو وراك يلا كان يبغى نور بطل شو نسال مبارك قال لك رد ارد قال لك رد ما تقدمش هذا شنو هذا؟ هذا شنو؟ هذا اللي يضرب به من يضرب به؟ تعال 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 هلا بس عمر قديش هذا يضربكم به؟ اه هذا يضربكم به؟ هذا يضربكم به واحد ونحن نحاولوك يا كلب يا كلب نحن اللي حطيناك ونحن اللي نحاولوك الله اكبر اطفال بريين ها هاي قتل فيهم ها في سانهم ها ابرياء عظوم ها والنبي عليهم شوف
هذا واحد من المنازل اللي تم قصفها بالدبابة. الله أعلم شو صار في العائلة اللي داخل البيت. مش حد تفرج. وقاعدين كرسي في الحواشي كلمتين تراها كبود الخير الهند زمان ما داس العدو انت وشلتك يا ان شاء الله حرق المش بالنار بالدماء يا كلام يا خونة هذا عمل بشر عمل انسانية يهودي عمل اسلام رجال ليبيا رجال ليبيا رجال شوف الدرس من دخل الدبابات تحت صور ليبيا العمارة صور العمارة دوارة اسمع يضبطينا يضبطينا هذول يضبطينا من جروته انت ممكن ما حكيت الشيء انت والله ما حكيت حاجه اهم حاجه يصور صور لا اوكي فوق انت تصور تمشي دوره ان شاء الله جزيره ان شاء الله خليني دوينا بس ريت هذه صيدليه راح هذه صيدليه صيدليه مواطن ها صيدليه مواطن يجب جرتنا من جروته حتى انا واخرى وين الرجاله متاعينا من زنقه زنقه نحنا منطقة منطقة نجوك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ندمروه ونحرقوه الكلب كل يا معمر غير الدبابات هذين بلاستيك غيرن بلاستيك هذين بلاستيك لدائن 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 يا قدابي يا إسرائيلي هذين لدائن لدائن ذي لك مصلح ثاني ان شاء الله ما فيش حد عائلات بس هاي دبابه صورنا كلهم والله هاي دبابه هذه تو مشطوره صقع عليه بنغازي صقع هذه آثار المعركة بالدبابات على شباب عزل أكبر سلاح ممكن في دايم هو 14.5 والله كلاشنكوف بيضرب فيهم بالدبابات بالصواريخ وبالطائرات حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا احد البيوت الامنه التي تم قصفها بالدبابات هذا الصباح في بغازي. Oh, my God.